المرتبة الثانية الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو قول باللسان، كأن تقول مثلا لا إله إلا الله. نعم. واعتقاد بالقلب، يعني هذا الذي تقول بلسانك لا بد أن الباطن يوافق الظاهر، شيء واحد. وعمل بالجوارح، لابد هذا الذي تقوله تعتقد تعمل به، الصلاة الصيام مثلا. الإيمان يزيد وينقص. نعم، فهذا هو الإيمان، قول باللسان. واعتقاد بالقلب. وعمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب مثل الخوف والمحبة. يزيد وينقص. نعم.